افتتح سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بحضور السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى والمعنية بالعلوم والتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد العسومي في كلمته خلال الافتتاح أن المجموعة ستسهم في بلورة العديد من الآليات والأدوات التي تمكن من تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك، وستؤدي إلى تبادل الخبرات العربية في هذا المجال الحيوي والانفتاح على العديد من التجارب الإقليمية والدولية الأخرى، وتدشين شراكات مؤسسية مع الكيانات المناظرة في المؤسسات البرلمانية الدولية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع. لقد أثبتت التطورات الأخيرة التي مر بها العالم أجمع أن أي أمة لن تستطيع التغلب على أي تحديات مستقبلية بدون تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمتها. كلنا ثقة في أن المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا سيكون لها دور كبير في ترجمة هذا الهدف.